راكم واحد الشبكه ديال التقييم ذهب ذلك، ولكن قبل ما تشوفوا النتائج نقول بان التلميذات والتلاميذ المبدعات والمبدعات اللي شافوا اليوم انهم كلهم فائزات وفائزون كلهم. علاش؟ لان داك الشيء اللي قاموا به ماشي سهل. انا ما غندخلش في لي ديتاي، ولكن على الاقل الجانب ديال التخصص اللي كنشتغل فيه هو لا بريز دو باور، انك باش تاخذ واحد الميكرو وتوقف امام واحد الجمهور ماشي مساله سهله، مساله صعيبه بزاف، لانه ما كتعتمدش على ليزارغيمون على المعارف، كتعتمد على الشخصيه كامله. وهذا الشيء خصنا نعرفوا بانه سبينوزا قالها في القرن 17 بان المساله مرتبطه بالانفعالات، ان 75% ديال الاقناع مرتبط بالانفعالات ديالنا وبالشخصيه ديالنا. ولهذا بغيت ناكد لهم بانهم هذا الشيء اللي قاموا به بانه شيء عظيم جدا، انهم يكفي انهم طلعوا للمنصه واستطاعوا انهم يواجهوا جمهورهم.